هوية بريس. كنا كنقولوا غير يكون شي واحد من تما مع هذوك الناس الفوق في البرلمان في الحكومة يقول لهم أتقتلون رجلا يقول ربي الله، هذه الحقيقة هي هذه. كنقولوا غير واحد يكون، احنا بعدا كنبغى شي واحد يهضر معنا. القائد ما كانش كيبغي يهضر بعدا، كانت القضية ديالنا محصورة في واحد لابريغاد في الرباط، نتينا لله هي اللي كانت تقريبا كتحق معانا، وداك الزور داك الزيارة اللي درنا لدار مولاي الشريف وبعض الإخوان ديالنا اللي مشاو للحبس من بعد. ولكن تدريجيا دخلنا في المجتمع تدريجيا، يعني اكتشفنا أنه في ديننا يلزم أن نشارك ونساهم في حياتنا السياسية، في حياة أمتنا السياسية، وحاولنا نأسس حزب سياسي. باش نقول لكم باللي هذا الحزب ما بغياش الدولة من النهار الأول، وإن إحنا ما كنتحركوش إحنا ماشي لماريونيت في السياسة وفي الإعلام، ما أعطاهم الله. إحنا رحنا جينا من رحين الشعب، جينا حينتاش دفعنا الحزة، جينا حينتاش شفنا المقاييس ديال الأمة والأسس اللي هي مبنية عليها تخرب من خلال الفساد، من خلال الإعلام، من خلال المخالفات الشرعية، ومن خلال انتشار دعوات للكفر بالله والإلحاد وإفطار رمضان وكل شيء. تشتركوا معقلين عليه، راكم كنتوا في الجامعات كتعرفوا هذا الشيء مزيان. احنا قلنا لا، احنا ما غنتبعوش هذا التيار هذا، وغادي نوقفوا ضده، وغادي ندعيو الشباب واستجبوا لنا الناس. وبقينا غاديين حتى تلقينا الدكتور الخطيب رحمه الله، لانهم اللي ما بغوش يعطيونا حزب، يعني قلبنا على حزب اخر. الحزب اللي استجب لنا هو ديال الدكتور الخطيب رحمه الله، والدكتور الخطيب رحمه الله بصعوبه خصكم تعرفوها. ومشينا وما كانش كينتظر الدكتور الخطيب غنربحوا ولا مقعد واحد من اللي شاركنا في الانتخابات الاولى اللي شاركنا فيها رسميا يدير 97، وجبنا 9 وكملنا الولايه ب 14. نفرضوا سيدي حنا عاد عاوتاني عاد بدينا هذيك 14 هذه 13، باقي خصكم واحد دابا يجي والله صافي حنا نردوا انت داك الشيء ديالنا. علاش حنا خدامين؟ راه باقي القدام ناس ربع على صلاح. علاش خدامين السي سعيد؟ خدامين باش الا مشينا عند الله ما نمشوش جهنم، ياك هادشي باقي القدام. الجنه باقي القدام وانت جهنم باقي القدام، غرد البال نمشيو ليها. هوية بريس.